6 فيفري 2013 هو يوم أسود في تاريخ تونس. بعد اغتيال زعيم النقابي فرحات حشاد، تونس تشهد جريمة سياسية تستهدف المناضل والزعيم السياسي شكري بالعيد. والباب منذ ذلك الحين يفتح على مصراعيه لاغتيال عدد من بواسل ورجال الأمن والجيش الوطنيين، مرورا بشهيد آخر هو السياسي الحاج محمد البراهمي. سنة مرت على استشهاد شكري بالعيد، نحيي هذه الذكرى الأولى في وقت تمر فيه تونس بفترة طيبة تتميز بانفراج سياسي بعد المصادقة على الدستور وتكليف حكومة كفاءات بإنهاء ما تبقى من المرحلة الانتقالية. هذه هي النجاحات يعود فيها نصيب الأسد إلى شهداء الوطن، سياسيين، أمنيين، جنود ومدنيين. عاشت تونس، عاش الوطن. مساء الخير ومرحبا بكم في تغطية خاصة لإحياء الذكرى الأولى لاستشهاد طبعا شكري بالعيد. تابعوا معنا هذه التغطية من الآن على قناة تونسنا، وإن شاء الله تتواصل إلى حدود 8 غير ربع 8 متاع الليل. هناك عدة ضيوف تقارير إن شاء الله باش تكون حاضرة رجوعا على هذا الحدث. نحب نرحب بالدفعة الأولى من الضيوف اللي حاضرين معنا الآن. سي عبد المجيد بالعيد، شقيق الشهيد شكري بالعيد، مرحبا بك سي عبد المجيد. أهلا وسهلا. إلى جانب يكون حاضر معنا سي مختار الطريفي، محامي وعضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي، وكذلك الرئيس الشرفي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. مساء الخير سي مختار. شكرا على الاستضافة. الله يخليك، ماذيش مزية. كيف على الجهة اليسرى يكون حاضر معنا سفيان بن حميدة. سفيان مساء الخير ومرحبا بك، وسعداء باستقبال كذلك الإعلامي منصف بن مراس المنصف، مرحبا بك. بكم أكثر. قبل ما نتابع أول تقرير شهادة لأب الشهيد شكري بالعيد، نحب طبعا ترحما على روح الطاهرة للشهيد شكري بالعيد. دقيقة صمت لهنا مع الضيوف في البلاتو. مرة أخرى نترحموا على روح الشهيد شكري بالعيد وكل شهداء تونس، والله يصبر عائلاتهم. إذن نمشيوا نتابعوا أول تقرير لنا اليوم، شهادة أب شكري بالعيد، ومن بعد نتوكلوا على ربي إن شاء الله ونبدأوا حديثنا في هذه التغطية الخاصة بالذكرى الأولى لاغتيال الشهيد شكري بالعيد. تفضل. أجواء اللي بنات اللي بهم مش موجود، كي يشوفوا في التلفزة كيف يتأثروا ياسر، كيف مرات يحكوا عليه وونو بابا، تم التأثير كبير ياسر ياسر من شوية. نبدأ نلعب معهم أكثر ما يمكن باش ننسيهم، نشيل لهم حاجات، نخرج ندور بهم من حوس بهم في المنطقة اللي نسكن فيها أنا، فهمتوا ما يعرفوها، نحاول بجميع الطرق باش ما يتفكروش بهم. الكبيرة تعرف، أما الصغيرة لا، ديما تحبوها. وقتاش باش يجي هو من اللي كان حي يبدا يفهم فيه، يقول لك نحبك تكوني قويه، نحبك تكوني كيفيان، نحبك كذا. هي الطفله الكبيره خارج البها، معنا نسخه مطابقه للاصل في كلامها، في عزيمتها، في عندها قوه، عندها قويه. وقتها هو صغير مازال يقرا في الليسي بتاع الوردي، ما حبيتوش تبع السياسه، تغش ومشى يسكن عند خوه، قال لي لا السياسه ما بطلهاش. تفكر اللي هو صغير مازال اخر في الليسي نتاع الوردي، ومشى عمل خطاب في الكومبليس مصوره ما يخافش، هو مصور قوي. كان تغش يقول لي من تاع القرايه انا نقرا ما تخافش عليه، وفعلا ما يدوب حتى عام. الشعب التونسي انا من كثره ما هو
ملتف حول خليل شكري بالعيد وحول شكري بالعيد قريب ينسوني فيه هنا. أنا ولدت معنا بعيد من كثرة من الشعب التونسي حبة نساء ورجال وولاد وبنات وكلها اللي يعرضني يقول الله يرحم ثم نساء وثم بنات وثم ولاد يتباكوا أصلا معني يولي بكوني أنا في جرته يا أبو. من ناحية نفتخر اللي ولدي زعيم كبير ونفتخر التونسي كل يحبوه ونفتخر اللي هو ديما كلامه كله صادق وتوا الشعب التونسي قاعد يخف كلام اللي جاوا قاعدين واقفين عليه تو فهمت وهذاك هو نفتخر به ياسر. هذه كانت سي عبد المجيد شهادة الوالد ربي يطول في عمره ويفضله لكم. ما يمكن أن يقال بعد مرور سنة على اغتيال شقيقك والمناضل السياسي شكري بالعيد؟ ما يمكن أن يقال عنه لأنه ما ماتش مازال موجود. ربما الجسد مات. مشروع شكري، حلم شكري، فكرة شكري، أحلام شكري ما مازالت حية، بل بالعكس توزعت على ملايين التوانسة ما عدا بعض الظلاميين اللي ساهموا في اغتياله. يمكن هذاك عزاء أكبر عزاء عنا أن شكري انتشر بالمعنى الصحيح الكريمة، انتشر في تونس الكل. ما مات شكري، مازال موجود. الله يرحمه وينعمه. قبل ما نجي لسي مختار نحب كلمة سي المنصف ليك. تقريبا عام بعد اغتيال شكري بالعيد، تونس ممكن في منعرج إيجابي، ولكن شنو ينجم يبقى لنا كذكرى بعد اغتيال شكري بالعيد؟ هو عامة الحركات الإرهابية ما تعرفش درس سهل ياسر في التاريخ، اللي كل ما يتقتل مناضل وعنده أفكار إنسانية وبشرية إلى آخره، كل ما يتقتل يولي رمز، يولي ليجاند. شكري بلايد ولا ليجاند في فيلم ثم كيمادا، فيلم واحد ثم كان واحد عبد في الليزانتي فرانسيز يتعارك مع الاستعماريين، حكموا عليه بالإعدام. جاءوا قالوا نقتلوه ولا ما نقتلوهش، وهو شي يقول كان يقتلوني باش يخسروا، كان باش يقتلوني باش يخسروا ايفكتيفمون، وكان قتلوه راه ولا بطل ولا ليجاند ولا العباد الكل، ولا هو يهز في الحركه الوطنيه ويهز في الحركه نتاع الاستقلال. دونك اللي يصخيبوا نفسهم ان القتل نتاع الرموز نتاع العباد باش تضعف، كل ما يضربوا العباد تقوى والشعب يقوى. وشكري بالعيد أشهر إنسان اليوم في الجمهورية التونسية، بل كنا مع السياسيين يمكن عندنا ملاعبية الكرة عندهم شهرة، اليوم ولاوا بعض السياسيين وبعض الأبطال من الجيش ومن الأمن ومن الحرس ومن المدنيين، ولاوا العباد دخلوا في قلوب العباد وهزوا بالموت متاعهم، قاعدة تهز في حلم كبير ياسر، في أمل كبير ياسر. دونك قد ما يقتلوا ثم شكريات بالعيد جدد زرعت حاجة في البلاد، زرعت حاجة في مخاخ العباد، زرعت حاجة في قلوب العباد. دونك اقتلوا وزيدوا اقتلوا وزيدوا اقتلوا. قداش اقتلوا 12 مليون؟ اقتلوا 12 مليون عبد توا على خاطر الافكار نتاعهم مسربة، وعندنا احنا شكري هو في قلب كل انسان، والحاج برامي في قلب كل انسان، والضحايا سقراط الى اخره، من الامن الى اخره، كلهم يجريوا في دمنا، ما عادش خايفين عليها البلاد، على خاطر البلاد هذيا فيها رجال جاءوا قالوا هالبلاد هذه اللي صارت فيها ثورة وتوا واحد ينجم يتحط فيها من بعد، هالبلاد هذه هي اللي بورتوز دان بروجي دان ريف، هز مشروع متاع بشر حر، مشروع متاع عدالة، وثم عباد هذا رافضينه، يحبوا البلاد يمزقوها، ينحيوا لها تاريخها، ينحيوا لها مستقبلها. أهم شيء هو ثم بعض الأشخاص المستقبل متاع تونس يحبوا يقضيوا عليه وما ينجموش. باش نوصلوا للحديث بعد في المحاولة ذي معك سي المنصف مع ضيوف. سي مختار بيرسونيلمون بعد استشهاد شكري بالعيد، أنت شنو يتنجم يبقى في الذاكرة؟ تونس كيفاش كانت في الفترة هذيك متاع فيفري 2013 بعد عام، شنو ممكن يدور في الذهن متاعك سي مختار؟ والله اللي دور في الذهن نتاعي هو اللي دار في ذهن التونسيين الكل. نصور نهار 6 فيفري، صباح 6 فيفري 2013 وقت اللي جاء الخبر نتاع انه شكري تقتل، اللي ما صدقوش، اللي حتى بعد ما شفنا جثة شكري التوانسة ما صدقوش اللي نجم يحدث هذاك في تونس، رغم اللي شكري بيدو نبه عديد المرات وقال للناس الكل اللي راهو تهديد بالقتل جدي، لكن كنا نقولوا اللي ربما ننيو نفسنا بالأحرى وأنه هذا ما يصيرش وتونس ما يصيرش فيها هذا.
ولليوم شخصيا مانيش قابل مع ذاتي وانه شكري مات، لانه شكري نعرف صغير ونعرف عم صالح قبل شكري. ونقول بكري لان جات عم صالح في الكلام تاعو قال كنت خايف على شكري، كان عم صالح يجيني يقول لي يا مختار وليدي عيط لك شكري وركحوا شويه، لانه شكري عرفت وقت اللي كان اتوديان نحب يحضروا في مؤتمر الاتحاد العام التونسي لطلبه تونس المؤتمر 18 خارق العادة عام 88، واحنا كقدماء الحركة الطلابية لمينا الفصائل الطلابية وكان شكري زعيم فصيل في الجامعة، بالتالي هذاك كيفاش بدات المعرفة. وقتها نعرف عم صالح ونعرف عبد المجيد، كان عم صالح يقول لي فشكري نعرفه في التطور، ثم بعد وقت اللي التحق بالمحاماة التحق بينا في المحاماة وصادف وأنه تنقلنا كثير من المرات وخاصة في قضايا الحوض المنجمي، لأنه مشينا عشرات المرات وفي كثير من الأحيان نمشي فرد سيارة وقداش من مرة نبات وجميع، بالتالي ولات علاقة حميمية. وحتى قبل ما يعرس وبعد ما عرس في علاقته العائلية وفي علاقته بسمة إلى غير ذلك، معناها لليوم بالتالي مع اغتيال شكري مسألة في بدني وشخصيا ما باقي مانيش مستحملها. هذاك علاش بالنسبة لي وكما قلتها من نهار الاول مات اللي قضيه اغتيال شكري نشعر بها كدين اللي لابد الحقيقه تتكشف. وانا مسخر جهدي مع كثير من الناس من التوانسه لانه كشف الحقيقه. هذاك علاش وقت اللي تم اغتيال تم قتل القذقاذي من قيل وانه هو القاتل المفترض لشكري، ما أنا واحد من الناس رغم اللي كل إرهابي لابد أنه إما يلقى عليه القبض أو يقتل، لكن كنت أتمنى وأنه شدوه لأنه نحب نعرف الحقيقة. الحقيقة ما ماتتش مع ما يلزمش تكون مات مع كذا، وهذا اللي أنا بالنسبة لي توا ولينا نخدموا عليه وتوا نرجعوا. والأكيد وأنه باش ناخذ وقتنا في المسألة هذه سي مختار. سفيان سي مختار قال كلمة في الحقيقة مهمة تقريبا توانس الكل قاسموا نفس الإحساس هذا، قال لك ما كنتش نتصور لتوا وأنه تصير عملية اغتيال سياسي في تونس، لتوا مش مصدق وأنه شكري بالعيد كان أول ضحايا هذا الإرهاب السياسي. فعلا لانه في التاريخ في تاريخ تونس الحديثه اغتيال الشهيد شكري بلعيد هو اول جريمه اغتيال سياسي في تونس، لانه اللي صار قبل شنو الزعيم فرحه حشاد تم اغتياله في تونس لكن بايادي اجنبيه، الزعيم صالح بن يوسف تم اغتياله خارج تونس بأيادي تونسية، شكري بلعيد هو أول زعيم تونسي يتم اغتياله في تونس بأيادي تونسية. وهذا شنو الشوك؟ هذا مصدر الشوك، بالإضافة إلى أنه الاغتيال شيء استثنائي في تونس وهو في الحقيقة في تونس وفي المنطقة المغاربية الكل، لأنه كان نتفكروا أنه في اغتيال زعيم فرحات حشاد المظاهرات صارت في تونس وصارت أيضا في المغرب، أن بن بركة مازال المناضل حقوق الإنسان في تونس يعتبروها جريمة نكراء ويتحركوا عليها إلى غير ذلك. دونك هذا لكن خلينا نقولوا أنه دم شكري بالعيد راو ممشاش هدرا، لم يذهب هدرا. علاش؟ علي خاطر في الحقيقة في التاريخ الإنساني التاريخ البشري نغنساني سور اون رياليتي هو أنه سول سون إيبوريفيكاتور، الدم راو يكنس ينظف ينظف ودم دم برشا دم لا 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 دم ينظف لا لا عطانا العباد اما برشا دم ما نمشيولوش ان شاء الله يقدر عليه. اما اذا نشوفوا في العام الاخر اذا نشوفوا في العام الاخر دم شكري بالعيد
دم جنودنا في شعامبي، دم قوة الأمن متاعنا، سقراط وزملائه، دم الشهيد محمد البراهمي، هذم كلهم عجلوا ودم عاطف الجبري الأيامات هذم الكل الدم هذا الكل اللي ما حبيناش يسيل واللي وجعنا، لكن الكل هو وصلنا قاعد يوصل فينا إلى بر الأمان. علاش؟ لأنه تحس أنه شعب تونسي كل قطرة دم قاعدة تبزع، كل ما تزيد تلم الشعب التونسي ضد العنف. وشكري هو أول من دق ناقوس خطر، وكان في 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 سماحة المسيح، لأنه كان يعرف اللي باش يموت الآخر لحظة، كان يعرف اللي باش يموت، كان في سماحة المسيح اللي وقت اللي يصلبوا فيه يقول او ديو باردون لوغ إن نو ساف با، وقل ربي ارحمهم انهم لا يعلمون. شكري كان يعرف انه باش يموت. كفار زاد سي سفيان وحترم على المسيح يتهموك يقول لك بالكفر. لا لا لا، ماهوش بالمعنى القدسي، هو بالمعنى الانساني المتسامي. لا لا، مش بالمعنى الديني، بالمعنى الانساني المتسامي. سفيان كان يعرف روحه باش يموت، وكان رغم ذلك كان يعرف روحه مستهدف للعنف، اقصى درجه العنف، وكان يدعو الى تحرك وطني ضد العنف. اوك، علاش سفيان؟ تقريبا في تجارب ممكن تلفزيه سابقه انا وياك كنا في الحقيقه عديد المرات كان يجينا شكري بالعيد، وبعد الحوار نبداو نحكيو في الكواليس. والله عندي كتوها نذكرها مليح يا سفيان، نقولوا رد بالك على روحك، هاو الامن يوصي، هاو كذا، على ربي يقول لي. اليوم سي عبد المجيد لو كان زمان ما يرجعش، وكل واحد الاجل نتاعو في ساعته، وربي يرحمنا ان شاء الله، لكن فماشي شويه روبروش معناها تعبوه على الشخصيه اللي كانت عندي شكر عند شكري بالعيد، زملائه في الجبهه يقولوا له رد بالك، في الامن كيف التهديدات هذيك، لربما كان فما تقصير من المرحوم وانه ما تعاملش معها بجديه والا لا. طبعا كما قلت الاجل هذاك كل واحد وساعته، ولكن كيفاش تراه المساله هذيا؟ المسألة هذه واضحة جدا، لأن أنا أتذكر كنت أنا خلفا أخوه. فقط للتذكير على سي عبد المجيد، وأنه الواقع معناها الجريمة كي صارت في الصباح قدام داره، معناها قلت نعطيك علاش بالضبط وعلاش ما حماش نفسه. أنا كنت نتنقل به بكثرة بالسيارة، وكانت عندي عصا جنبي، سكينة، شوك إلكتريك، لأني متوقع عنف. وكان ديما يعرك فيه يقول لي أنت بخالف القانون، أنت كان شدك بوليس تو تعمل لي مشاكل، لأن هذا وسائل واحد نقولوا، لانه ربما يستهدفوا، لان في مخي ثم عنف يصير عليه عنف. كان يقول لي ما يصيرش عنف، اذا كان مش يصير باش يصير لي اغتيال، وكان يعرف الطرف. علاش مش مستهتر بحياته؟ لا، لانه كان فاهم الطرح، كان يعرف انه سوف يغتال، وتقريبا شبه يعرف انه كيف باش يغتال. يعني احنا في النهايه كنا شو، ما حتى 20 واحد ولا واحد فينا عنده مسدس باش يرجع. كان فاهم الطرح ومتاكد، وهنا نقولها حتى في لحظات حميميه جدا، واخرها يوم الاثنين مروح، نهار الاثنين في الليل مروحين مع بعضنا من سوسه، كان شارد نوعا ما في 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 لحظه ما عادش ضعف، في لحظه كيما هكا قال لي سيدي خويا سي لافان سايي جو سوي سي لا تيت دو ليست. وقتاش قال لك الكلام هذايا؟ نهار الاثنين، في نهار الاثنين بالضبط، نهار الاثنين حوالي الساعه 7 مروح به من سوسه، كان في اذاعه من اذاعه 4 فيفري. 4 فيفري هذايا بالضبط، كان عنده حصه اذاعيه ومروحين مع بعضنا. بون، وقت سمعت الكلمه تربثت شويه وتكيت وبديت تشنجت، سبحان الله، قلب الوحده حسب بردها تفذليك، ولا يوصفيه بالجبان والخواف وكذا، وراني نفذلك عليك باش بون. فهمتها بعد الاغتيال. دونك كان مقتنع بوسائل، تقريبا كان مقتنع حتى بالوسيله، حتى بالوسيله اللي باش يقتل بها، يا اللي حتى باش نحميهم نجم نعملوا حتى شيء. وعلى هذاك حب يوصل رسالته، ما حبش ينقل لنا احنا كعائله الخوف. اما كان متاكد، متاكد على الكلمه هذه، كان متاكد انه سوف يقتل ونهايته قربت. بل يوم الثلاث نمشي معاك بعد من هكا، لما خرج من شمس افهام وانا مروح به، هزوا مقر الحزب
وقتها كان يدافع بشراسة على الجيش التونسي وفي الكهرباء قلت وراك طلعت لبرا برشا قال لي انتهى كل شيء. دونك الانسان عارف روحه واش قاعد يعمل وعارف نهايته. وبالتالي ما راهوش مستهتر مي كان فاهم الوضعية ما ينجم يعمل حتى شيء آخر. واضح واضح سي مختار. تفضل تفضل سي مختار بلاتو محلول معناها حتى سي المنصف معناها سفيان. انت قلت وانه الامن معنا كان راهو ما ينساوش اللي الامن رفض توفير حمايه الشكري عميد المحامين اي جاه شكري وكتب له كتابه اللي راني قبل مده من الاغتيال اللي راني نشعر بنفسي مهدد السيد العميد يوجه رسالة إلى وزير الداخلية يقول له راهو هاوش قال لنا سي شكري بالعيد المحامي بعد أيام يرجعوا المدير العام للأمن الوطني على ما أتذكر رسالة العميد يقول بعد التثبت تبين أنه ما ثم حتى شيء من الكلام هذا وقتها لا عيطوا لشكري سهلوه حتى ادنى شيء انه شنية التهديدات شكون شفت عندك ما عيطولوش ما كلموش تطويل ملف فيما بعد نهار وهذه مكتوبه في الجرايد ومعلومه من الجميع قاعد شكري هو وبعض من رفاقه في قهوه هنا في تونس اسمها شيلينغ في شيلينغ وجاءوا ناس هدوه والاستاذ محمد جمور الامين العام المساعد لحزب الوطني الديمقراطي الموحد اللي وقتها شكري هو رئيس ومحمد هو شكري امين عام ومحمد امين عام مساعد كلم وزير الداخليه واحاطوا علم بالموضوع يعني التهديدات كانت معلومه من الامن بصراحه الاستاذ النقطه هذه بالذات وش كان رد الوزير تعرفوش اساميهم اي بكل بساطه يعني معناها وبعد قيل من طرف عدد من الناس وقالها شكري اللي تم ابلاغه من مسؤولين رسميين وانه راه مهدد لكن اذا كان هذا الكل وهذا راهو نقول فيه توا راهو تقال قبل وبالكتيبه الامن ما وفرش حمايه السلطات الرسميه تعرف اللي شكري مهدد وما وفرتلوش حمايه اللي كانت خاطر عبد المجيد ولا رفاق شكري كيفاش يمشيوا معاه راهو ينجم يتم اغتيالهم هما بيد فهمني خاطر انهارتها وكان انا نقول توا الشوفور اللي كان في الكرهبه يستنى في شكري باش يهبط وكان تحرك راهو تم قتله زاد قتله ايضا وكان جاء مع شكري حد ما نصورش القاتل كما شاهبت مثلا عبد شكري مع عبد المجيد القاتل مش يقول لا والله هو يلقى فرصته ماشي اكيد بالتالي كانت ثم حاجه اللي غير معقوله باش ما نقولش حاجه اخرى وهو انه شكري لم توفى له الحمايه رغم العلم بانه مهدد بالتالي اليوم والاغرب من ذلك هذا الكل تمش تحقيق فيه انه سيد وزير الداخليه اللي تجيه مراسله من عميد المحامين ويقول راه ما ثم شيء من غير ما يسمع حتى شكري مفروض هو انه يسمع ومش يسمع فقط ويواجه بالحجج مش فقط يسمع يقول والله لا ما ثبتنا ما ثم شيء هو للاسف فهمني. هو للاسف انه في قضيه في عمليتي الاغتيال السياسي اللي صارت في تونس اي سواء بالنسبه لاغتيال الشهيد شكري بلعيد او اغتيال الشهيد محمد البراهمي وزاره الداخليه مورطه او على الاقل مقصره مورطه اكثر لانه في قضيه اغتيال شكري بلعيد عميد المحامين بنفسه هو اللي توجه لوزير الداخليه وطلب منه كتابة التثبت في معناها التحري في موضوع استهداف شكري بلعيد ورد عليه كتابيا مش يقول راهو ما فما حد شيء ما فما حد شيء وتم اغتياله بعد مده في قضيه اغتيال محمد البراهمي وثيقه رسميه من اكبر جهاز مخابرات في الدنيا فما يقول له راهو السيد هذاك مستهدف
يقولوا لا احنا حتى نتثبتوا لانه هذه من المعلومات. اذا سيا ما تاخذش معلوماتها بجديه اي ملا شكون حماس الحومه باش ما تاخذش بجديه اخويا. انت شنو يكيدك وانه جاتك المعلومه توفر له حمايه سامه وسهله في انتظار حتى تبدا على صحيح في انتظار التثبت. معناها سي مختار نحكيو لنا على المسؤوليه السياسيه والاخلاقيه اللي اليوم طبعا قيادي الجبهه الشعبيه يقول لك مات كمال القضقاضي، ولكن لابد من كشف كل ملابسات العملية هذه وخاصة المسؤولية السياسية والأخلاقية. نحب سي المنصف نرجع نذكره شوية تقريبا بالأجواء اللي كانت وقتها تحكي عليها برشا عباد، الخطاب المتشنج والمتعصب داخل دور العبادة المساجد وغيره، تقريبا عام الهام في أنه وصلنا عشنا عملية اغتيال كما كان يحكي سي مختار يقول لك، وأنه ما كناش نصوروا أنه في تونس نجموا نعيشوا عملية اغتيال سياسي بالكيفية هذه. تفضل سي المنصف. والله الحاجة اللي واحد يقولها للشعب التونسي هو اللي تونس فك الوقت ذاك بعد ثورة كانت عباد تحب تعمل انقلاب تام على الدولة التونسية وانقلاب تام على الأخلاق وانقلاب تام على القانون، وأنهم ظنوا في فترة من الفترات وهذه واحد لازم يقولها ونهار آخر طول ندرسوها أكثر، ظنوا أن معاه ثم دولة تونسية ثم حزب تونسي وثم مش برك حزب تونسي ثم الصقور متاعه هما اللي يتحكموا في البلاد. لوزر يجيوا في اجتماعات يقولوا عندك الأمن، يقولوا لهم إذا كانتوا ما عندكم 50 ألف بوليس احنا عندنا 100 ألف انتحاري، وزير يظهر يقول إذا كان عندهم سلاح راهو باش نعملوا السلاح، وزير آخر يقول إذا كان يظهروا توا نهبطوا العباد. اللي كان ثم مخطط رهيب، مخطط رهيب ضد وسطية تونس شاركوا فيها الصقور متاع حركة النهضة، ويقولها واحد بكل صراحة شاركوا فيها أمنيين كانوا متواطئين مع النظام القديم، كانوا يسخايلوا تونس لقمة سهلة باش يبلعوها فك الفترة ذيك. وفي الفترة ذيك اتحاد الشغل ما تحركش بما فيه كفاية، ما زالت العباد الكل مراوش، نداء تونس ما جاش باش يظهر باش يتحرك ويعطي انيكيليبر من جهة أخرى، الأحزاب الديمقراطية ما زالت منقسمة وما هيش واعية بالتحدي الكبير. كان ان بروجي اللي عباد عمره ما سيروا دولة، جي تعطيهم في 24 ساعة، ما هذا توجي تعطيهم في 24 ساعة شكون اللي أعطاها ما ذاك موضوع آخر، شنية المساندة الأمريكية اللي صارت لهم شخلاتهم أعطاتهم تونس وأعطاتهم بلدان أخرى الله أعلم تحطوا فيها مرة أخرى، شنية المخابرات الأخرى اللي سمحت بحزب النهضة بشيخ السلطة في البلاد اللي فيه روا عباد طيبين وعباد باهين، أما فيه عباد مرتبطين بالانترناسيونال معناتها المنظمة العالمية الأخوانزية مرتبطين بها وينفذوا في مشروع لا علاقة له بتونس. وفي الجمع هذا في أخبار الجمهورية كتبت في تحية في موضوع هذا، قلت النهضة أما باش تبدل علاقتها مع المنظمة العالمية متاع الأخوان وتعمل تولي متونسة، والحاجة الثانية هي اللي لازمها تشوفوا علاقتها بالعنف وعلاقتها بالدين الإسلامي. إذا كان النهضة ما غيرش روحها من ناحية علاقتها بالمنظمة العالمية الإرهابية الإسلامية اللي موجودة، إذا كان ما تولي حزب مدني عنده روابط بالدين الإسلامي أما ما هوش يعمل في الدين باسم السياسة راهو ينجم يعيش، لكن النهضة تنجم تخسر برشا في البلاد هذه. دونك كانت تونس كيما تعطيتها أنت عباد تكلم شكري بلاي تبعث يجيش يعقلش تبعث له هذا عميد المحامين يقول له هذه رسالة راهو مهدد بالموت وما يحطلوش حتى زوج بوليسية قدام دار ولا زوج بوليسية مشيوا معاه، فأنا بلاد سي نون اسيستانس ا بيرسون ان دانجي اسمها من الناحيه القانونيه اول حاجه، ثاني حاجه سي ان كريم ديتا جريمه الدوله، وكتبتها في اخبار الجمهوريه في الصفحه الاولانيه قلت سي ان كريم ديتا. كيفاه يسمحوا العبد من رموز المعارضه التونسيه باش يتقتل؟ وكان برنامج قوي وقت انت تنشدهم على علاقتهم بالسلفيه علاقتهم بالأنصار الشريعة يقول لك احنا شنو تحب نتعاركوا معهم، هذا وزير اول قالها وزير اول في الفترة ذيك قال شنو تحبون نتعاركوا معهم، هما تتعارك معهم اللي كل انسان يجيب شقة التونسي تتعارك معك كدولة تونسية ما كنش ممثلين حزب
انتم تمثلوا الدوله التونسيه اللي عندها زوز مشاكل اساسيه اليوم، مشاكل الارهاب والعنف اللي وقتي مثلا تيتر ديكزامبل من اللي بدات صحافي واحد يتضرب بكف خارج سي زياد كريسان وقالوا مع الناس تعليمات باش نحميه اذا كان جاء امن جمهوري فك الوقت هذاك يوقفهم، وكان جاء عندنا امن جمهوري وقت يقتلوا من العسكر في الشعامبي عباد تعمل خيمه وتفرق في الجازوز وتعمل في فرحه في القصرين وزاره الداخليه تتفرج، هذا وزير داخليه نجم يكون يخلي عباد تفرح وقت اللي الجنود نتاعنا يذبحوا ويتقتلوا، وقت اللي امنيين يتقتلوا يخليهم الخيم قدام المدارس في المساجد العباد تدعو القتل، لا القتل الديمقراطيين والوحود، هذا معناتها بخلاف التصريح ضد العلمانيين وضد السياسيين. دونك الدوله التونسيه في الفتره ذيك كانت مش موجوده دوله، كان موجود عباد صقور من حزب يتحكموا في الوقت هذاك بيدو سي منصف مرزوقي لا تحرك ولا تكلم وغيره لا تحرك لا تكلم. يعطيك الصحه سي منصف، سي منصف يعطيك الصحه على كل هذه التفاصيل. تقريبا رجعت بنا ممكن للفتره هذيك اللي في الحقيقه كان فيها فوضى سياسيه وامنيه وماناش فاهمين شنو قاعد يصير في البلاد وقتها. على كل مازلنا مواصلين حديثنا والتغطيه هذه الخاصه بالذكرى الاولى لاستشهاد شكري بالعيد، نمشيو مع فاصل ثم نرجعوا.